الحله يا جماعه زي ما انت شايفه، ده اصغر حله مقاس 18 واكبر حله مقاس 28. تحفه الاصدار الجديد او الشكل الجديد اللي هو بومباي دوت. بص عامل ازاي، تحفه في منتهى الشياكه. شايفين القعده بتاعته عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين القعده اللي السلس بتاعته عاليه جدا. وطبعا كلنا عارفين ليه عاملين القعده دي دلوقتي، بسبب توزيع الحراره وان الاكل ما يشدش منك، لان السلس معروف ان هو بيوزع الحراره بسرعه جدا، فده عشان يحمي لك ان الاكل ما يتحرقش، لا رز يتحرق ولا اكل يتحرق. طيب تعالوا بقى اوريكم منظر الحله من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لك ان دي اصغر حله، وحياه ربنا تقيله جدا. بصوا الحله ما شاء الله ما شاء الله تقيله قوي. ده منظر الحله من جوه، دي اصغر حله مقاس 18 ورغم كده واسعه جدا من جوه. منظر الحله شياكه واناقه وكل حاجه، حاجه تعيش العمر معاها ضمان 25 سنه يا جماعه. اي طقم استلس لينز معاه ضمان 25 سنه، حاجه كده في منتهى الشياكه. معاكي الخمس حلل دول مقاسات، شايفه المقاسات عامله ازاي؟ تحفه تحفه. خد كده لما اوريهم بقى كده حله حله، بصوا منظر الحله عامل ازاي اهو، شايفين يا جماعه؟ تحفه تحفه. كل حله احلى من الثانيه. طبعا مش عايزه افكركم بكيس عشان انا ايه ما بحبهمش، ايه يعني بهدله بقى تراب والكلام ده. بصوا اهو دي تالت حله معانا. بصوا الحله عامله ازاي، تحفه في منتهى الشياكه. بصوا بقى الحله دي اهي تحفه، شايفه الوسع اصلا بتاع الحله عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين حله حلوه جدا ان انت كعروسه تجيبي ده، حاجه يا جماعه للعمر. انا نصيحتي لاي عروسه لو انت هتجيبي طقم جرانيت هاتي معاه طقم استانلس، طقم استانلس لازم، لان دوت حقيقي للعمر يا جماعه. ده اكتر حاجه ممكن تعيش معاكي. عايزه اقول لك ان انت مهما جبتي طقم جرانيت ومهما كان غالي اغلى طقم في العالم، مسيره في يوم بيجي عليه وقت خلاص، وقت افتراضي وخلاص. لكن الطقم الاستانلس لا، ده للعمر. عيشي حبيبتي وقلبي براحتك بالمعالق وخبطي فيه زي ما انت عايزه، مش هيقول حاجه نهائي. وكمان ان مقاسات الحلال بتاعته كبيره ما شاء الله، واسعه جدا اهي. بصوا الحله تقيله وحياه ربنا ضهري وجعني من الحله. بصوا شايفين، شايفين المنظر تحفه، حاجه في منتهى الشيكه. طب يا هدي طقم الحلال القمر دوت عامل كام؟ الطقم دوت كان سعره عامل 7900 جنيه، 7900 جنيه. انا بقى مطلعه عليكم في العرض دوت هتاخديه ب 5500. ايه هدي 5500 هتاخديه في العرض دوت. وخليكي فاكره معايا ان انا قلت لك ان كل طقم فاضل منه قطعتين او ثلاثه. عايزاكي بقى تقولي لي ايه رايك في الكومنتات، وعايزاكي تعملي لايك وتقولي لي بقى هل العرض عجبك ولا لا.